والحديث أكثر تنضمنا لنا عبر سكايب الأستاذة هدى النعيم رئيس لجنة كبار السن مجلس شؤون الأسرة. مرحبا أستاذة هدى. صباح الخير. صباحك. حياكم الله. صباح الخير جميعا. يا هلا فيك. يركز الهاكاثون على تعزيز الاندماج الرقمي لخدمة كبار السن، كيف يمكن تعزيز هذا الاندماج؟ طبعا الهدف الأساسي من الهاكاثون هو تطويع التقنية لتلبية احتياجات كبار السن، ويمكن احنا لمسنا اثناء جائحة كورونا انه كان في اعتماد كبير جدا على استخدام التقنية في كافة مجالات الحياة، سواء كان في التعليم او سواء في التبادل السلع والخدمات او من خلال حتى التواصل بين الأسرة والأبناء والأحفاد. من هذا المنطلق حرصنا في لجنة كبار السن على سباق تقني، هذا السباق يشارك فيه المختصين في البرمجة والتصميم، أيضا يشارك فيه من هم مختصين في ريادة الأعمال وإدارة المشاريع لخروج بحلول تقنية تعزز من المشاركة الإيجابية لكبار السن في المجتمع وتعزز من اندماجهم الرقمي. احنا شايفين ان التقنية دائما في تطور مستمر، ونحتاج ان احنا نخرج بحلول لمواكبة هذه السرعة في التطور. من هنا ظهرت فكرة إطلاق هاكاثون موجه خصيصا لكبار السن، وهو فعليا أول هاكاثون على مستوى المملكة العربية السعودية. نعم أستاذة هدى، وش الطرق المتبعة عفوا من أجل تحسين نمط الحياة لتمكين كبار السن من ممارسة حياتهم اليومي بشكل أفضل؟ طبعا زي ما ذكرت سابقا احنا نبغى كبار السن يستفيدون يوميا من استخدام التقنية، في تطبيقات تحسن مثلا من المستوى الحياتية لكبير السن زي الاعتماد مثلا ممارسة الرياضة، استخدام انترنت الأشياء داخل المنزل، البيوت الذكية. ايضا من ميزة الهاكاثون ان احنا ممكن نخرج بحلول تحمي بيانات كبار السن، لانه البعض منهم يشعر بالخوف انه يستخدم بعض التطبيقات، لانه يقول لك يمكن اتعرض مثلا لسرقه البيانات او سرقه الماليه. فمن هنا احنا ودنا نخرج بحلول تكون محفزه لكبار السن على تطبيق التقنيه بشكل يومي في حياتهم اليوميه. طيب استاذه هدى، يعني سوف تقيمون في خلال فعاليات ورش عمل وذلك لتثقيف والمشاركين وايضا من اجل توليد الافكار الابتكاريه، حدثيني عن ورش العمل وما هي الحلول التي ذكرتيها؟ نعم، بالنسبة لورش العمل احنا قسمنا ورش العمل الى 6 ورش عمل، 3 ورش عمل اونلاين هذه حتكون اثناء فترة التسجيل. ورش العمل اللي هي اثناء فترة التسجيل حتكون عن العصف الذهني، عن كيفية تطوير المشاريع واعداد فكرة مشروع، هذا يساعد المشاركين على انه يخرج بحل تقني. اثناء طبعا الهاكاثون اللي حيكون يوم 10 و11 و12 وهذا حيكون حضوري، حيكون في سباق بين المرشحين النهائيين للدخول يعني في التصفية النهائية، حيكون في ورش عمل في كيفية تطوير الفكرة. احنا نبغى نحول فكرة الى واقع، نبغاها تكون مشروع. هذا المشروع ايضا المتسابق مطالب انه يقدم نموذج تشغيلي لهذا المشروع، كيف انه يقدر يحوله الى مثلا شركة، او كيف انه يحوله الى مشروع مدير للدخل ويحقق الاستدامة. فإحنا قاعدين يعني الحقيقة نضرب عصفورين بحجر، لأنه بنفتح وظائف حتى للشباب بالطريقة هذه، نشجع الشباب على أنهم يفكروا بالمستقبل. إذا كان طبعا إحنا نفكر الآن في مثلا احتياجات كبار السن، تفكيرهم مجرد تفكيرهم باحتياجات كبار السن المستقبلية حتخليهم هم أيضا عندهم وعي بكيفية احتياجاتهم فيما بعد مثلا 10 سنوات أو 20 سنة، بحيث أنه يتأهب ويتجهز في الوقت الحالي. جميل أستاذة هدى، خبرينا أكثر عن أهمية توعية وتثقيف المشاركين عشان تطلعون بأفكار ابتكارية أكثر. إحنا يهمنا طبعا زي ما ذكرت أن إحنا نعزز من مشاركة كبار السن في استخدام التقنية، ولمسنا ان احنا يعني اثناء جائحة كورونا اطلقنا استطلاع للرأي. من خلال استطلاع الرأي عرفنا انه هناك مجموعة من التحديات، يمكن من ابرز التحديات اللي تواجه كبار السن هو خوفه من انه يعني يستخدم تطبيق هو لم يسبق له استخدامه من قبل، او انه يجد صعوبة في مثلا تعبئة هذا التطبيق لانه مثلا الحروف مثلا صغيرة،
بعض كبار السن يعاني من مشكلة في البصر، يعاني من مشكلة في الإدراك، فإحنا نبغى نقدم الحلول هذه اللي تساعدهم على إن أو تشجعهم فعليا على إنه يستخدم التقنية بشكل يومي، يعتمد عليها. ممكن في بعض الحلول للقضاء على العزلة الاجتماعية لدى كبار السن، يعني إحنا عندنا مثلا أشخاص متقاعدين، كيف إن إحنا نوظف هذه الطاقات ونفعل من قدرة كبار السن والاستفادة من قدراتهم باستخدام التقنية. أنا طبعا ما أبغى، أنا عارف أنه في حلول واطلعت عليها، بس ما راح أتكلم عنها عشان نعطي المجال للمتسابقين أنه هم اللي يخرجوا لنا بحلول إبداعية ومبتكرة.